عايزه اقول لكم بقى ان انا شدتني جدا جدا في الفيلم يقين اغنيه حدوته قبل النوم. احنا معانا دلوقتي مطربه اغنيه حدوته قبل النوم اللي سمعناها في فيلم يقين، استاذه نور عبد السلام. الو، اهلا اهلا بيكي وبصوتك الحلو اللي خلاني اعيط امبارح لما سمعت الاغنيه. ازيك؟ عامله ايه؟ والله الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. احكي لي كده، بصي دايما الفيلم بيخلص وانت وثقتي الفيلم وموضوع الفيلم والحقيقه باغنيه هتقعد طبعا في كل الفترات او هتقعد معانا على طول وخصوصا في الاعياد الوطنيه. احكي لي كده، انت بقيتي جزء من الفيلم، احكي لي كده عن اغنيتك في الفيلم. والله هو الموضوع جه صدفه تماما. انا الاول طبعا انا مبسوطه ان انا معاكم، يعني برحب بيكم جدا والله، يعني شرف ليا اول مره اكون معاكم على المحور. انا الموضوع معايا جه صدفه، انا كنت بشتغل اوريدي عند احمد في الشركه، يعني انا كنت موظفه عند احمد في الشركه وانا بغني وهو عارف ان انا بغني، والموضوع جه قدامه انه نور عاشت معانا القصه وسمعت القصه وسمعت الموضوع بتاع الطفله من الاول، فيمكن هي اكتر واحده هتكون هتقدر تطلع احساسها في الغنوه بما انها عاشت التجربه. انت صوتك حلو جدا، انت صوتك يعني مؤثر جدا ومعبر جدا، وانت فعلا ابهرتينا بادائك في الاغنيه. انا حقيقي حسيت القصه وحسيت الموضوع بطريقه، يعني انا لما حكالي الموضوع اول اتحكالي الموضوع اول مره عيطت، فحسيت ان انا لو قلنا حاجه ما كانش فيه لسه كلمات ولا كان فيه لحن ولا كان فيه اي حاجه، فجأة الموضوع طلع وبقاله شكل من إحساسنا من جوانا. طب أنا عايزك يا نور تحت يعني تسمعينا بقى حتة من إحساسك ومن الأغنية دلوقتي، إيه رأيك؟ ينفع؟ دلوقتي حالا. أنا زنقتك ما تعمليش بقى دلوقتي كده وأنت صاحية من النوم، شكلك صاحية من النوم. شغل المغنيين وأنا عندي برد والحاجات دي، لا مفيش، مش مسموح. بس الناس بتسألني حقيقي فعلا، الناس بتسألني ان انا لما بتسمعوا صوتي وانا بتكلم غير لما بتسمعوني وانا بغني. صح. انت صوتك تعبان. لا انا مش صوتي مش تعبان، انا صوتي ده صوتي وانا بتكلم. ايوه. عندي جزء بحة كده في صوتي موجود، بس البحة دي مميزة جدا يعني الحمد لله ده فعلا. طب يلا سمعينا حتة من الاغنية بتاعة الفيلم بتاع يقين. اوكي يلا بينا. اللي في سني بيحكولوا حدوتة قبل النوم، من صغري ما سمعتش إلا صوت رصاص، مين بإيديه يختار ناسه أو حتى ظروفه في يوم، ليكون عمري رخيص يعني عند أقرب ناس. ماتت طفولتي ومحبوسة في زاوية، مش شايفة حاجة غير عتمة بعيني، مغميني ولا ده قلوبكم، سويت حياتي زيادة وضيقها عليا. الله عليك. ايه الصوت الحلو ده يا نور، بجد صوتك يجنن. طيب اخر حاجه بقى يا نور عشان الناس برضو اللي بتتفرج علينا ما تعرفش، نور طبعا هي اللي كانت، انت اللي كنت البطله في مسلسل لؤلؤ، طبعا كل التحيه للفنانه مي عمر، لكن نور كانت بطله بصوتها، كانت هي اللي بتغني كل الاغاني في مسلسل لؤلؤ، مش هنشوفك بقى في التمثيل يا نور؟ والله يعني الخطه موجوده في دماغي، بس الفكره لان انا عايزه اخد شق كبير اكبر من كده في الغنى، وبعد كده ان شاء الله موضوع التمثيل اخد حاجه، لكن ده موجود وده موجود يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا نور، وتنورينا هنا في استوديو هو وهن بقى، نقعد نرغي ونتكلم كتير مع بعض. توعدينا يا نور، وعدينا انك هتيجي هنا. لا لا والله انا بحب الاغاني جدا وبحب صوتك جدا. لا ان طيب. شاء الله تكون موجوده قريب ان شاء الله. بشكرك يا نور، شكرا جزيلا. نور عبد السلام مطربه اغنيه حدوته قبل النوم في فيلم يقين، شكرا جزيلا يا نور والف مليون مبروك.